السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا نواف النغموش، ومن فترة وصلتنا أحد كروت انفيديا الأخيرة اللي تعتبر من الفئة المتوسطة واسمها GeForce RTX 3070، وسعر هذا الكرت هو 499 دولار أو ما يقارب 1871 ريال، لكن لا تتوقعون بأنكم راح تحصلون هذا الكرت عندنا بهذه الأسعار أو بالسعر هذا المعين، لأن كل شركة تقوم تأخذ الكرت وتعدل عليه تعديلات معينة، مثل تحط عليه بعض الألوان ولا تقويه من نواحي معينة، فيكون السعر مختلف من محل إلى ثاني. لكن لما تقارنه بكروت الـ RTX 20 أو سيريس الـ RTX 20 راح تحصل أن سعره جدا اقتصادي وبيعطيك أداء أفضل بكثير. خلونا الآن نختبر الكرت على أربع ألعاب مختلفة اللي شغلنا فيها هذه الألعاب بأعلى الإعدادات، هذا غير أننا فعلنا تقنية الري تريسينج والدي ال اس اس إذا كانت متوفرة وتدعمها الألعاب اللي جربناها. وطبعا كل هذه الاختبارات كانت في الكرت الـ RTX 3070 بدقة الـ 4K والـ 2K. وأول لعبة جربناها على هذا الكرت هي Call of Duty Black Ops Cold War، والأرقام اللي راح نعطيكم إياها اليوم هي كلها عبارة عن معدل، يعني معدل الإطارات من بين أعلى شيء جبناه وأقل شيء جبناه اللي هو بيكون أقرب للنتيجة اللي بتجيكم خلال وقت لعبكم. ففي Black Ops Cold War لما حطينا الإعدادات على أعلى شيء من كل النواحي جابت لنا اللعبة 87 إطار بالثانية كمعدل على 4K، ولما حملنا الدقة إلى 2K فيعني خسفناها إلى النصف، فمتوسط عدد الإطارات وصل إلى 107 إطار بالثانية مع كرت الـ 3070. نجي الآن للعبة الثانية وهي كنترول، وهذه لعبة تدعم الـ DLSS مع تقنية الري تريسينج بدرجات مختلفة، لكن اليوم حطينا كل شيء على الألترا وجبنا 49 إطار بالثانية بدقة 4K، ولما حولنا الدقة إلى 2K فعلى كارت الـ 3070 المتوسط كان 64 إطار بالثانية. القفزة هنا مرة جيدة، لكن لاحظنا لو قللنا بعض الإعدادات بشكل خفيف على الدقتين راح يرتفع الأداء عندك ويوصل عدد الإطارات إلى الثمانينات. ننتقل الآن إلى لعبة ثانية وعالمها مرة ضخم وصدرت لنا في بداية هذا الشهر، وحنا نتكلم عن Assassin's Creed Valhalla. طبعا هذه اللعبة ما تدعم Ray Tracing أو DLSS، لكن التفاصيل في عالمها مهولة، وكرت الـ 3070 بدقة 4K أعطانا معدل 40 إطار بالثانية. وتذكروا بأن كل الإعدادات كانت على الألترا، بينما لما حولنا الدقة إلى 2K فمعدل الإطارات زاد وصار إلى 61 إطار بالثانية. لعبتنا الأخيرة اليوم في اختبارات الأداء هي لعبة بتستهلك كرت الشاشة بشكل كبير، وهي Red Dead Redemption 2. كل اختباراتنا كانت في اللعبة من الطور الفردي، وراح تلاحظون بأن من لعبنا قدرنا نجيب 46 إطار بالثانية على أعلى الإعدادات، ولما حولنا على الدقة 2K وصل معدل الإطارات إلى 60 إطار في الثانية، ونادر ما نزل علينا من 60 على كارت الـ 3070. من كل هذه الاختبارات المختلفة نقدر نقول أن كارت الـ 3070 ممتاز، وعلى سعره راح يخدمك لفترة ويعطيك أداء مرة جيد. نجي الآن لبعض النقاط الثانية، مثل معدل استهلاك الطاقة لكرت الشاشة الـ 3070 اللي راح يستهلك تقريباً 320 واط. ومن استعمالنا صوت كرت الشاشة كان جداً خافت، ومن تجاربنا درجة الحرارة الكرت كانت في أغلب الأوقات تحت 70 درجة مئوية. لكن السؤال هو لمين ننصح هذا الكرت؟ إذا من فترة نسبياً قريبة شريت كرت الـ 2080 Ti أو السوبر، فنقول لك خلك على كرتك الحالي. لكن إذا عندك الـ 1080 Ti أو الـ 1070، فنحب نقول لك بأنه راح تلاحظ نقلة كبيرة وجبارة في هذا الأداء، خاصة لما تقارنها في أسعار كرت الشاشة 2080 أول ما توفرت في الأسواق. نتمنى أن هذا الاستعراض والاختبارات عجبتكم. كان معكم نواف النغموش، ويعطيكم العافية على المتابعة، ومع السلامة.